كابتن نايب، القانون باختصار فيه ايه؟ القانون ده 19 مادة بشامل كل ما هو متعلق بأمور الأمور الناس اللي محتاجة إن هي تتجوز ومحتاجة تعرف المقبلين على الجواز دول هم علاقتهم تبقى عاملة إزاي نفسياً واجتماعياً وصحياً. ودي المشاكل اللي بيعاني منها المجتمع. احنا نسب الطلاق عندنا النهاردة بقت لو إنه عندنا مثلاً في 2021 زي التقرير اللي كان موجود من شوية 900 ألف حالة جواز، عندك 230-240 ألف حالة طلاق، وده معدل كبير جداً، أكتر من الربع تقريباً، وبتسبب كارثه وما بقاش له معيار. يعني ما بقاش مثلا نقول اصله سبب فلوس، اصل سبب مش عارف ايه، لا ده بقى في كل موجود في كل المحافظات وفي كل المجتمعات وعلى كل المستويات. فده دليل ان احنا ما عندناش معيار اصلا للجواز، احنا ما احناش فاهمين الخطوه، احنا مجبلين على خطوه واحنا مش فاهمين ابعادها ايه، وده بيبقى نتيجته على المجتمع سيء جدا. في ناس تقول لك طب ما احنا بنتجوز وفي شهادات الزواج ديت اللي بتبقى موجوده اللي بنقدمها للمأذون او بنجيبها من الدوله، ايه الجديد عندك؟ محدش بيقدمها ولا الشهادات دي بتيجي اصلا. بعدين الشهادات الجديد ان ده قانون شامل صحي واجتماعي ونفسي، والنفسي هو اهم عامل فيه. انما الشهاده الصحيه اللي بتطلع دي محدش لا بيروح يعملها ولا هو المأذون بيجيبها زيها زي اي حاجه تانية بتتجاب من ضمن تكمله ورق. وفي ناس كتير يعني انا نفسي في حياتي انا بسال ناس كتير متجوزه بقول لهم انتوا حد شاف الشهاده دي؟ قالوا لي ولا شفناها ولا نعرفها ولا نعرف حتى بتطلع منين. ده الكلام ده واحنا بنتكلم على مستوى مثلا محافظه القاهره. لو رجعنا بقى للمنوفيه والبلدي هتلاقي الوحدات الصحيه بتطلعها كله، والمناسبه هي مالهاش فلوس، ما دفعش فيها فلوس، الدوله اللي متحمله تكلفتها بقرار من المحكمه وقضيه واتعملت واتلغت حتى الفلوس بتاعتها، معرفش ايه السبب برضو، وما بيشوفوش الناس اللي جايه. طب ايه المحددات الجديده في هذا الامر؟ يعني بعد القانون ده اللي هيجوا يتجوزوا هيعملوا ايه؟ لا دي هتبقى في لجنه في المحافظات، وهتبقى في لجنة. يعني مبدئيا البرلمان هيبتدي يناقشها عن طريق اللجان بتاعته، اللي هي لجنه الصحه ولجنه التضامن ولجنه حقوق الانسان كمان داخله من ضمنهم. بعد كده بتيجي الحكومه، بعد كده بيتفضلوا الساده الدكاتره المحترمين، يبتدوا بيبقى في مناقشه مجتمعيه عشان نقدر نوصل لحاجه تناسب المجتمع. وفي كمان من ضمن البنود بتاعه القانون ان المأذون او الموثق ايا كان مين هو ما ينفعش ان هو ينفذ الجواز دوت من غير الشهادات دي، وما ينفعش ان الدكتور النهارده النفسي ولا اللي بيشوف اللي بيعمل تحاليل صحيه وخلافه ما ينفعش يفشي الاسرار اللي موجوده. ممكن يبقى حد مثلا راجل عنده مشكله، ممكن تبقى ست عندها مشكله. فالكلام ده احنا بنناقشه في القانون. في جزئيه تانية هنبتدي نضيفها بس بعد ما نبتدي نناقشه، طبعا نتقدم الجزئيه اللي هي بتاعه ذوي الهمم او ذوي الاعاقه الذهنيه وخلافه اللي بيتجوزوا، ده برضو دي جزء تاني احنا لسه مكتشفينه وبنحاول ان احنا نشوف له صيغه تبقى قانونيه تبقى مناسبه للموضوع ده. طيب برضو انت اقتراحاتك ايه في القانون ده؟ يعني انا بعد القانون ده لما اجي اتجوز هعمل ايه؟ ولا اي حاجه خالص. حضرتك لو جاي تتجوز نفترض انت عايز تتجوز دلوقتي، هتخش تبتدي تاخد ايه المنع يعني؟ لا مفيش مشكله، حضرتك عايز تتجوز احنا ما عندناش مشاكل. هتقدم على هتاخد العروسه وتروحوا تقدموا، ويبقى في لجنه تقدم عليها ويقعد. لجنه؟ اه طبعا، ما هيبقى في مش واحد ولا اتنين. لا لا احنا بقى هنشوف دكتور نفسي زي دكتورتنا واستاذتنا ويعني وبعض الناس بقى. هتاخد مني وقت يعني؟ يعني مش وقت ولا حاجه. آه. وقت ليه؟ وقت ليه؟ وقت يوم ليه؟ اه مثلا هتقضي يوم معانا كده نعمل فحص طبي شامل، ونتيجه الفحص دي هتكمل الجوازه هتخلع.